في هذه القصة نحن نعلم أن المسيح التقى مع امرأة سامرية وحدثها عن حاجتها لشرب المياه الحي، وعندما كشف بل فضح تاريخها وماضيها حولت حديثها عن الموضوع، وهو في غاية الأهمية، موضوع العبادة. أنتم تقولون، يعني تقصد حديثها مع المسيح لليهود، أنه ينبغي أن يسجد أو تعبد الله في أورشليم في مكان الهيكل، وأما نحن السامريين فنعبد الله على هذا الجبل، تقصد جبل جرزيم، لأنه أيضا بنوا عبادة على هذا الجبل. فمشكلة اليهود والسامريين تعود إلى تاريخ بعيد، ابتدأت سنة 722 قبل الميلاد عندما جاء الأشوريون وحاصروا البلاد وأخذوهم إلى السبي، وأحضروا شعوب أخرى واختلطوا مع شعوب أخرى، فازداد الكراهية والعداء عندما بنى السامريون معبد آخر أو هيكل على جبل جرزيم ليمنعوا اليهود من الذهاب إلى أورشليم. ففي حديث المسيح مع الامرأة السامرية أراد أن يظهر لها العبادة الحقيقية، ويرد على سؤال من أهم بل من أعظم الأسئلة: أين ينبغي أن يسجد لله؟ كيف نعبد الله؟ هل توجد طريقة معينة لعبادة الله؟ فأراد أن يوضح خطأها، فابتدأ أولا بالحديث عن عبادة السامريين. عبادة السامريين كانت عبادة مبتورة ناقصة، لأنهم كانوا يؤمنون فقط في أسفار موسى الخمس، وتركوا كل الكتاب، أي أسفار المزامير وأسفار الأنبياء، فكانت عبادتهم ناقصة مبتورة لأنها اعتمدت على جزء من هذا الحق. ثم هذه العبادة أو هذا السجود كان بجهل، كانوا يعبدون الله بجهل، أنهم كانوا في أوهام ووساوس كثيرة، والعبادة المبنية على الجهل هي عبادة باطلة أيضا. ثم عبادة السامريين كانت مبنية على الخوف وعلى الوسوسة، لا على المعرفة والبناء التي تؤدي إلى العبادة بالمحبة. لهذا السبب عبادة السامريين كانت عبادة باطلة، والعبادة الباطلة هي أن تختار ما تشاء، أو أن تدرك وأن تقبل عن الله، عن صفاته أو شخصه، وترفض ما لا تريد. هذه العبادة هي عبادة باطلة، أي تقبل جانب واحد من الحق وترفض كل الحق. وفي هذا الإصحاح أيضا أراد أن يوضح العبادة الحقيقية لليهود. فعلى كل يهودي أو رجل يهودي متدين ينبغي أن يذهب إلى مدينة أورشليم 3 مرات في السنة ليمارس 3 أعياد: عيد الفصح وعيد المظال وعيد الحصاد الذي هو عيد يوم 50. لكن عبادة اليهود أيضا كانت مبنية ومركزة على الحرف، مارسوا تقاليد وشرائع، مع أنهم كانوا يمارسون الذبائح في الهيكل، لكن اعتمدوا أكثر على الذبائح المادية بدل ما أن يعبدوا الله بالروح والحق، وأن الله يطلب ذبيحة شفر ثمر شفاه معترفة باسمه، لا المحرقات ولا الكباش كما يقول الكتاب في العهد القديم ترضي الله، لكن الاستماع والطاعة لصوت الله، لأن الله يقول أريد ذبيحة أو أريد رحمة لا ذبيحة. فيسوع اضطر أيضا أن يصحح هذه العبادة. عبادة اليهود طبعا كما ذكرت كانوا يعبدون في المكان المعين اللي الله طلب منهم أو أمرهن أنه يمارسوا ويواصلوا هذه العبادة، هي في الهيكل في أورشليم. لكن للأسف الشديد كان في استغلال شديد للعابدين الذين جاءوا من مدن أو من بلدان مختلفة، استغلال مادي. ونعلم أنه حتى في ساحة الهيكل في دار الأمم كانوا يبيعون ويشترون، وكان نوع من العصابة التي تمتلك المال وترفع الأسعار. لهذا السبب احتاج المسيح أن يذهب ويطهر
الهيكل من هذه العبادة التقليدية التي مبنية على شرائع وطقوس باطلة وتقاليد اللي وضعتها الناس حتى تضع أعباء على كاهل الناس.